اليوم قدام سر هالحب، قدام سر هالحضور، واقفين وعم نتأمل وعم نسأل حالنا من هو هذا؟ من هو هذا الذي ولد في مزود؟ الملك الموعود، سليل داود الملك، الذي يملك إلى الأبد القرار، ما كان بإيدك، القرار كان بإيد القيصر، هو أمر بالإحصاء وأنت ولدت بمناسبة الإحصاء في بيت لحم، وكأنك مش أنت اللي نقيت المكان يلي رح تولد فيه، وحتى بالمكان اللي رح تولد فيه ما لقيت المطرح المناسب بسبب العجقة وولدت في مزود. بالمزود في مهانة، في تواضع، لا بل في أكتر من هيك، في شيء ما بيليق بالإنسان، ومع هيدا وكله في هذا المكان ولدت، وهيدا الشيء كتير أوقات بيخلينا نتأمل أنت ما أخذت ولا مطرح بيطمح الإنسان إنه ياخده، لا ولدت في بيت ملك ولا ولدت في بيت غني ولا ولدت في بيت صاحب سلطان ولا ولدت في بيت معبى ثقافة وعلم ولا ولدت في بيت في رفاهية وراحة، ولدت في مزود، ولدت بالمطرح يلي ما حدا بيطمح يولد فيه، لأنك أنت جاي تتقلنا أنه جاي تتعطينا مطارحنا، منك جاي تتاخد مطرح حدا منا، جيت على المطرح اللي ما حدا بياخده تما تاخد مطرح حدا. غريب حبك يا رب، غريب التفاتاتك الشفافة للإنسان، يلي ولدت بالمزود تنولد نحن بالملكوت. إلك المجد، إلك المجد أنت وبيك وروحك، إلك المجد على هالحب، إلك المجد على هالتواضع، إلك المجد على هالحضور، إلك المجد من أجل كل الناس. نعم خيي، طلع بيسوع، طلع بيسوع بالمزود، طلع بيسوع يلي نقى المطرح اللي ما حدا نقاه حتى كل واحد يقدر يبقى مطرحه، واشكر ربك انه حطك مطرحك وعروف بمطرحك تكون حقيقة ابن الله، والله معك.